موضوع مهم كلش، يا ريت الكل ينتبه عليه، بالذات الناس اللي عندهم شغل وياي ببغداد. كل الناس اللي عندهم شغل وياي ببغداد اللي متصلين علي، اللي منتظرين مواعيد تصوير اعلانات. للاسف انا مضطره وهسه حاليا انه اطلع من بغداد ان شاء الله 3 ايام وارجع لبغداد ونكمل كل الشغل اللي احنا متفقين عليه. عندي ظرف طارئ جدا، نحكي بالموضوع يعني وقت ثاني، بس لا اقول رجاء رجاء حتى يتصلون علي وحتى ليصير عتب بيناتنا. موضوع طارئ انه روح تربي خلص وساتيركم، تربي خلص وساتيركم. اوي بيبي حبيبتي، مشتاقت لها انا. ها والله نازانم طاير شي بالبصرة، حايرين ترى فارس هيك سوت، فلانة الفلانية هيك سوت، فلانة خطبت، وعايفين الموضوع الاساسي موضوع البصرة اللي ناسي نهائيا. مدى اشوف اي حد يذكر الموضوع، اني يعني بكل البيجات ملتهين بامور تافهه باشياء تضحك ما لها علاقه، ما حاطين اي اهتمامات للمجتمعات الثانيه. ترى البصره مو معتازين على مايكم اللي انتم تجون ها فلان دلهم مي، فلان شنو عايزين على مايكم؟ ترى البصره من اغنى المحافظات، عيني على كيفكم. البصره يردون مي، الناس تريد تسبح بمي نظيف، مي شنو القضية؟ دازيلهم بطالة مي، لا عافية دزولهم. زين شوفوا لي ابني بارفي. ماما ازاي ما يسوي اي حركات؟ بابا انا امك بارفي يا معود، ازاي بارفي طبعا موضوع انه يسجل بار السيارة كلش قوي، انا ما كنت معاني من عنده ولا كنت مجربته نهائيا قبل، اسمع الولد يحكي لنا بيجي شيء ازاي ماما مشتاقت لك. وي حياتي ما مشتاق لي انتي، ما مشتاقت لي. ماكو هيك جمال، ماكو هيك صوت، ماكو هيك مخبى وحش يسوي يطلع. ما خليك تطلع همسك ترى والله. طب جهوه، طب جهوه.